طيب نرجع نتكلم على الحكم. ايه بقى الحكم؟ الحكم معروف اولا بكاري جسامة للاسف ان هو الاول. هو ليه احنا عندنا مشكله في هذه البطوله مع التحكيم بشكل عام؟ يعني مش بس جسامة واللي قبليه بتاع المغرب واللي قبليه، يعني ايه مشكلتنا؟ ايه المشكله ليه؟ احنا مبدئيا ركزنا شويه مع الحكم واصدرنا بيان. البيان دوت ما استفدناش منه حاجه الصراحه، يعني عشان احنا ما شفناش النهارده ان الحكم عمل، يعني ان هو اتاثر بالبيان دوت فراح حكم لنا. فاللي هو انا مش شايف اي فايده من البيان دوت. ما غيرناش الحكم، عمر ما حد اعترض على حكم فتغير له الحكم. ولكن انا عايز اقول على حاجه، انا مش بحب ان انا اعقب على التحكيم، لان طول ما انا عندي المقدره ان انا اكسب، انا فريق بطل، انا ما اقدرش ان انا اركز مع الحكم واقول الحكم ده عطلني. وهو ودي مثال حي، انت قلتي ان هو حضرتك وانت قلت ان هو في ماتش المغرب الحكم كان بيحسب فاولات كتير ضدنا، وبذلك بارادتنا قدرنا ننتصر. النهارده الحكم كان النهارده كان في كوره لصلاح، ده صلاح اتقلب على الارض بيعطلنا كتير، والحكم اداله ظهره وكمل المباراه وتربص كمان من اول المباراه. بارادتنا انتصرنا ايا كان الحكم. الماتش اللي جاي انت بارادتك تستطيع ان انت تفوز. انت كمان لو قللت اعتراضاتك، لا انت ساعتها هتكسب اكتر، لان خلاص احنا المفروض ان احنا لدينا من الخبرات في الكره المصريه ان احنا نعرف ان الكلام ده عمره ما بياكل عيش مع الحكام. انت تلعب كوره تركز في الكوره هتكسب، طول ما انت بتركز مع الحكم مش هتاكل عيش. فانت لا انا اتمنى ان احنا الماتش الجاي يكون تعاملنا افضل مع قصه الحكم دي، لان النهارده في بعض الاحيان كان ممكن ان احنا نخسر كتير بسبب ان احنا مدخلين الماتش واحنا مركزين ان الحكم ده هيظلمنا.